أكثر من 50 صوت لشاب وصبية قدموا أمسية روح الميلاد بألوان وتجارب موسيقية مختلفة ضمن ملتقى محمود العجان الموسيقي بدورته الثانية على منصة دار الأسد للثقافة البلادية. متعودين نسمع هذا النمط من التوزيع بأصوات ناضجة، يعني بأصوات رجال وأصوات نساء بالغين. لأول مرة رح نسمع نفس التوزيع ولكن بأصوات الطفولة، بأصوات أطفال، وهيدي نقطة كتير مهمة وغير مسبوقة على مستوى الأطفال. طبعا الطفل لحتى يقدر يؤدي هذا النمط من الموسيقى لازم يكون مؤهل ويكون على سوية موسيقية تأهله انه يقدر يغني هذا التعدد الاصوات. كان شيء كثير حلو لازم يكون موجود يعني بهذه الايام اللي عم نمرق فيها. اليوم الموسيقى هي السلام، بتحل على كل مكان نحن بنكون موجود فيه، وخاصه بهذه الايام اللي عم تمر علينا كوباء او مرض او اي شيء عم نمر او حروب، فهذا شيء كثير منيح تضل الموسيقى موجوده. نحن جايين نقدم كذا قطعه موسيقيه للميلاد، جينا نشارك بهذا الملتقى مشان نعبر عن مشاعرنا من خلال الغني والاغاني الحلوه. أدت الفرق مقاطع كورالية عالمية بطريقة أكاديمية واحترافية لأول مرة بسوريا، هالشي اللي بيأكد أن الموسيقى جزء مهم من هوية البلد الثقافية وبيعبر عن الغنى الثقافي والحضاري بمحافظة اللاذقية.